السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله نشوفه مع بعضنا شرح عمل ماكرو لحساب وزن المتر الطولي لحديد التسليح. المعادلة تاعنا هي تكون كما يلي: وزن المتر الطولي لحديد التسليح يساوي 0.00617 في القطر المربع، يعني القطر في القطر، والوحدة نتاع النتيجة نتاعنا هي تكون الكيلوغرام في المتر. نحاولوا كيفاه نجسدوا هذا على برنامج الإكسل. نروح لبرنامج الإكسل نتاعنا، نجيو لهنايا نكليكيو على دروات، نجيو لهنا نكليكيو هنا، نجيو لهنا ستاندر افيشال لونغلي ديفلوبر، نجيو هنا ونديرو اوكي. لاحظوا بلي تكونت لنا لونغلي هذه، اوكي نجيو لهنا نكليكيو عليها ونجيو لهنا فيزيون بيزيك، اوكي نجيو لهنايا انسيرسيون، نجيو لهنا نديرو نكريو موديل جديد، اوكي لهنا نديرو فانكشن ونسميوها مثلا مثلا نسميوها بي او اي دي ا مثلا، يعني بودر ماتير نتاعنا حنا. اوكي تكونتنا النهاية نتاع المعادلة نتاعنا. دوك نجيو لهنا باش ندخلو المتغيرات نتاعنا. حنا عندنا المتغير الوحيد نتاعنا هو الديامتر، يعني القطر. اوكي ديامتر هنكتبو هكا مثلا ديامتر، ونجيو لهنايا دركا لهنا البوان تاعنا واش يساوي. نديرو هذه ندير لها كوبي كولي، البوان تاعنا عفوا هذا هو كوبي كولي، نديرو كوبي ونجيو لهنايا نديرو كولي، هذا واش يساوي، نديرو ايغال الديامتر ولا عفوا نجيو لهنايا نهزو هذه القيمة هذه ندير لها كوبي ونجيو لهنايا فيزيون بيزيكس ونديرو لهنا كولي. دركا حنا عندنا هذه نضربوها في القطر مربع. كيفاه نجيو؟ نجيو لهنايا ونديرو الديامتر، يعني المتغير اللي دخلناه في الاول هو الديامتر، نجمه في الديامتر يعني ديال القطر مربع ديامتر ديامتر. اوكي دركا هذه باش ندخلوها للبرنامج الاكسل ونديروها معادله نعاودو نخدمو بها دائما. نجيو لهنايا نجيو لهنا اونجيستي كلاسور 1، نجيو لهنا ونسميوه مثلا لهنا بي او مثلا بوا، يعني ولا نديرو لهنا اي هكا باش نميزو، ونجيو لهنايا نجيو لهنا ماكرو كومبليمونتير اكس ال، اوكي يعني ندخلوه في لي كومبليمون تاعنا. اوكي هنا نجيو اوريجيستري، نعاودو نخرجو خلاص نخرجو خلاص هنا، ونجيو لهنايا الاكس ال تاعنا، وعفوا نجيو لهنا ها نلاحظوا بلي هذا هو الملف تاعنا اللي تكون، نلاحظوا العلامه الحمراء هذه تميزو على ملف الاكسل العادي. اوكي نجيو نفتحوا برنامج الاكسل باش ندخلوا لابليكاسيون الصغيره نتاعنا هذه، نجيو لهنا اوبسيون اكسل، نجيو لهنا كومبليمون، نجيو لهنا اتندر، نديرو باركورير ونحوسوا عليه، نحطنا في البيرو ها هو بي او اي ونديرو اوكي نديرو اوكي. دركا نجيو مثلا باغيين نحسبو لهنايا القيمة نتاع الوزن في المتر، نجيو لهنايا نحوسو على المعادلة تاعنا، نحوسو لهنا ونحوسو نذكرو تبدا بالحرف البي، نهار الحرف البي نتاعنا ونحوسو بلا البي نحوسو عليها في الحرف البي، هذه هي المعادلة نتاعنا اللي كنتذكرو هذه، ونديرو اوكي. دركا الدياماتر نتاعنا مثلا نديرو الدياماتر 12، يعني 12 نجيب لهنا ونديرو اوكي، هذا هو الوزن الوزن في المتر الطولي نتاعنا. لاحظوا بلي عطاتنا النتيجة بطريقة سهلة جدا. انا دركا روك نرفق لكم الملف اللي تحصلنا عليه باش تعودوا تعملوا عليه، ونتمنى يكون الدرس سهل وما تبخلوش علينا دعواتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.